شان الجزائر يحطم الأرقام القياسية ويتجاوز جميع النسخ السابقة. بات شان الجزائر أكثر بطولة على مستوى الكاف من ناحية الاهتمام الإعلامي والجماهيري والتسويقي منذ انطلاق بطولة كأس أفريقيا للمحليين سنة 2009 بكوديفوار. دورة الجزائر تفوقت إعلاميا على جميع النسخ السابقة، من بينها نسخة شان المغرب الأقصى 2018 بأضعاف مضاعفة لا يمكن حتى مقارنتها بالأرقام. وهو ما يؤكد أن دورة الجزائر مصدر تسويقي ومادي قوي وهام لها، فضلا عن كبرى المواقع الإلكترونية والصحف والبث المسموع، حيث سيتم بث برامج دارية ومباريات على الهواء مباشرة عبر العديد من الشبكات التلفزيونية العالمية الشهيرة على غرار كانال بلس، سوبر سبورتس، بين سبورتس، دياس تي في، فوكس، واي اس بي ان، وسكاي سبورتس وغيرها من الباقات المدفوعة التي تعتمد على سياسة اقتصادية من مداخيل المشتركين. دورة شهدت أكبر إقبال لطلبات اعتماد الصحفيين في تاريخ الكاف بأكثر من 1200 طلب، وهي سابقة أولى من نوعها تجاوزت حتى طلبات الكان. اتفقت جميعها على أن شان الجزائر سيبقى في الأذهان في ظل ما شاهدوه من إمكانيات هذا الاهتمام نتاج المنشآت والهياكل لرؤى مستقبلية وفرتها السلطات الجزائرية، وباتت تزخر بها الجزائر على مستوى البنى التحتية التي أصبحت فيها الرقم واحد في شمال إفريقيا. مرحبا بالجميع في كبير إفريقيا.